بالنسبة اليوم النقطة اللي كنا على خلاف فيها هي جدول الأعمال، بحكم بحال اللي تطرقت في المداخلة ديالي على أن فريق الأصالة والمعاصرة تم الإقصاء ديالهم اجتماع المكتب اللي كان يعني داخل هذا الاجتماع هذا يعني التحضير ديال الدورة، فبالتالي كنتفاجئوا بواحد جدول الأعمال اللي هو عقيم. مقاطعة بني مكادة بحال اللي كتعرفوا أكبر مقاطعة في المغرب، وحنا مقبلين على مجموعة ديال التظاهرات اللي خص الخدمة على البنية التحتية على مجموعة ديال الأشياء، فإذا بنا كنتفاجئوا بواحد جدول الأعمال اللي هو عقيم، فبالتالي هذه هي النقطة ديال الاختلاف اللي كانت عندنا داخل هذه الدورة. من حد المقاطعة المجلس الإخوان ناقشوا ما في كيفين نقطة ديال المنحة ديال المقاطعة، غادي ندخلوا النقاش ديالها، والإخوان لهم كامل الصلاحية على أساس أن احنا كنكتب عندنا واحد النظرة وأساس خصصنا أهم جزء مهم من الاعتمادات هي لإصلاح الطرق في المقاطعة بني مكادة. تعرف المقاطعة بني مكادة محتاجة لواحد بنية تحتية، والإخوان كانوا في المداخلة ديالهم في خلال نقطة نظام كان كيتطرقوا على أساس بني مكادة محتاجة لواحد مجموعة ديال المشاريع اللي مشاريع كتهم بنية تحتية من طرقات من صرف صحي، واحد مجموعة ديال الأشياء اللي خاصة بني مكادة على أساس تحظى بها. بني مكادة كتعرفوا مقاطعة شاسعة ديالها كبيرة، كتعرف واحد مجموعة ديال المشاكل، كتعرف أحياء هامشية داخل التراب ديال المقاطعة، مناطق مضافة للمقاطعة بني مكادة مثل الشريعة واللي حتى هي مازال كتعاني من الصرف الصحي وواحد مجموعة من الطرقات. إذن هنا بني مكادة كاين ربما توجه مستقبلا على أساس غادي تقسم على جوج واللي غادي يضافوا لمناطق أخرى من جديد التراب ديال المقاطعة بني مكادة، إحداث مقاطعات أخرى في التوجه ديال الوزارة الداخلية في المستقبل نظرا للتوسع العمراني اللي كتعرفوا المقاطعة بني مكادة ومجموعة ديال المشاريع اللي دارت المقاطعة بني مكادة هنا في جهة سيدي إدريس. إذا النقاط مهمة، والنقطة اللي هي أساسية هي الميزانية ديال المقاطعة، ولكن نقاط أخرى ديال النقاش ديال المناقشه ديال الدعم ديال الاستثماري ديال المقاطعه بني مكادة، وهنا كيتم الاخوان كيفسروها بواحد الطريقه، ولكن المكتب وبصفتي كرئيس ديال المجلس عنده رؤيه اخرى على اساس كيتم الضغط او شرح ديال الحصه ديال الاستفاده ديال المقاطعه بني مكادة من المشاريع مستقبلا، واللي هنا الدور ديالنا هو على اساس نحظوا باكبر مبلغ مالي ربما اللي تاخذوا المقاطعه بني مكادة.